النهارده كان في حفله مع استاذ احمد عليم الدتيك. انا استاذ احمد عندي كنا مع ناجح وبقينا مبسوطين يعني، كان يوم جميل. خدنا دعوه وقعدنا نلعب. وايه اكتر حاجه عجبتك في النهارده؟ ناخد كوره. طب ايه اكتر حاجه عجبتك النهارده؟ الجنينه. ان هي طبعا احنا في منطقه عشوائيه والولاد يعتبر ده اليوم المتنفس بالنسبه لهم ان هم يتفسحوا في اليوم ده. فهي لما قالت لك الجنينه، لان هي فعلا الجنينه دي ما بتشوفهاش. الناس بتبقى فعلا متحمسه في اليوم ده ان هي عايزه تساعد باي حاجه. يعني احنا ما شاء الله المره دي كم بسكوتات، اكل ما شاء الله، اللعب كتيره، الالعاب اللي هي الملاهي. فالسنه دي لا كانت بامانه ما شاء الله كانت حلوه. والله الرساله اللي وجهها ماشي، ان انا ما اديش جمعيه او ما اديش مسجد او الكلام ده كله، كل ما بوصل الحاجه بايدي انا ماشي، كل ما بحس انا بيها كمتبرع. فكل ما الناس هي اللي تعمل الحاجه بنفسها، كل ما هياخد الثواب اكتر، كل ما هيحس بفرحه الولد وارتباطه بيه اكتر.